تلفزيون الفجر الجديد وبالتأكيد من خلال البث الإلكتروني المباشر. نواصل المشوار ونواصل الاستضافات والمقابلات واللقاءات المباشرة في هذه الموجة المفتوحة والمخصصة لطلابنا وطالباتنا لنشاركهم معا وسودا هذه الفرحة، فرحة العمر كما دائما وأبدا نصفها باليوم الوطني بامتياز هذه الشاشة التي دائما وأبدا تتمنى أن تدخل البيوت دخولا جميلا خفيفا ظريفا فيه كل الفرحة والابتسامة. نواصل المشوار ولربما في استضافاتنا القادمة قصة يعني ملفتة للنظر بصراحة، ما بين من رحم الآلام والمعاناة وبالتأكيد الصعوبة، لكن ولدت الإرادة وولد الأمل لتحققه بالتأكيد الطالبة سماء محمد عودة من صيدا بمعدل 89.4 بالعشرة في الفرع الأدبي. لكن القصة الحقيقية ستكون لدى سماء التي ستحدثنا عنها خلال مرحلة الثانوية العامة، وبنبارك النجاح لسماء، بنقولها ألف ألف مبارك يا سماء. الله يبارك فيكم يا رب يخليك. أهلا وسهلا، شرفتينا. يعني سماء عندك مجموعة من الأحداث صارت خلال فترة الثانوية العامة، أبرزها بالتأكيد كانت وفاة الوالدة الله يرحمها، وحكي لنا أكثر شو اللي صار معك. أنا في البداية بلشت سنة التوجيه كانت أمي بتعاني من مرض الكانسر اللي هو السرطان. نعم. الحمد لله على كل حال. يعني في البداية كانت تتعب كثير بس كانت في البيت، بعد ما دونا يمكن بأسبوعين فاتت في غيبوبة لمدة شهر تقريبا في المستشفى، كنت يعني كان جو من مرة مش للدراسة يعني أبدا. يعني أول إشي أنا إنه كانت أمي هي الوحيدة الدعم إلي، لأنه أنا بنتها الوحيدة، فكانت هي اللي تساعدني في الدراسة والقريبة عليك. يعني الصاحبة مش بس أم كانت إلي. فكانت صعب علي إني أواصل دراستي مع إني يعني في شعور إني قاعد بفقد أمي مرة عمرة، يعني صعب. يعني أروح من المدرسة أروح المستشفى عند أمي، أروح أدرس هناك في المستشفى، صعب مرة عمرة. ساءت حالة أمي والحمد لله يعني ربنا يعني أنهى حياتها وتوفت الله يرحمها في شهر 10. كانت هاي يعني نقطة صادمة بالنسبة لي. وما كنتش أفكر من مرة إنه يعني أنا رح أكمل دراسة، ما كانتش إشي بالنسبة لي. بالنسبة لفقدان أمي مرة عمرة طبعا من مرة كنت مش مستوعب الوضع. صحيح. فأهلي طبعا أبوي وأخوتي ونسوان أخوتي اللي هني خواتي صاحباتي الهيئة التدريسية بشكل عام القرايب كلياتهم بدون استثناء صاروا يدعموني لقدام، يعني انه لا يعني كملي وانت يعني شاطره وإشي حرام تضيع السنه عليك والى اخره. والحمد لله تواصلت يعني في الكراي، بس انه كان معدل في الفصل الاول مش كثير يعني كان 82 تقريبا، فكانت صدمه علي انه انا مش هيك معدلي انه انا اشطر من هيك. فصارت هاي عندي زي نقطه تحدي انه انا بدي هسه ابلش من جديد واستمر يعني. ففي الفصل الثاني بلشت في قوة الحمد لله وأتابع أول بأول. ببداية الشهرين كمان توفت خالتي. كان يعني الخالة مش أقل من الأم طبعاً. أكيد. بس الحمد لله كمان تواصلت لما خلصناش امتحانات واللي هو الكورونا جاي وعطلنا. والكورونا أثرت مش بس علي كسماء، على جميع طلاب الثانوية. يعني ملل فيش مثلاً حتى كمدرس خصوصي يجي كان ممنوع. فكان صعب صعب، بس الحمد لله الإرادة يعني بتعمل المستحيل. صحيح. كملنا وبلشت امتحانات، امتحان ورا واحد يعني واحد ورا الثاني. الحمد لله خلصتهم. طبعا كانت النفسية يعني يوم حلوة ويوم أتأثر، يوم أقول يعني لو أمي موجودة يعني معي غير. والغريب أنه يعني طبعا دائما أبدا الحمد لله على كل الظروف لله. يعني سماء مرت بهذه الظروف مرة واحدة، دفعة واحدة متتالية. يعني وكأنه لم تتنفس الصعداء بصراحة سماء بهذه الظروف التي مرت بها، ولكن لاحظوا أن التحدي كان هو العنوان، الإرادة كان هو العنوان. سماء تحت الهواء كانت تقول لي أنا بدي أوصل رسالة إنه مهما يصير أو مهما صار معك من ظروف لكن لازم تكمل ولازم تواصل. وبهذه المناسبة أنا بوجه التحدي أكيد لشقيقها وئام عودة مدير العلاقات العامة في جمعية مرضى غسيل الكلى، بأيضا إرادته وقوته، ومش غريب على هالعيلة هذه الإرادة. فبنكمل مع سماء، حاربتي جابهتي كان عندي هدف وبدي أوصل له. بالضبط. صحيح. صحيح. يعني حكيت هي الحياة بتتحدى فيه، بس أنا رح أكون أقوى منها وأمشي يعني في مشواري. يعني يمكن هو معدل عادي بالنسبة للكل، بس أنا شفته عن 99
لأنه كثير شفت صعوبات يعني بهاي الفترة التوجيه وكانت من أصعب. وفي غياب كان شهرين كثير غبت يعني ما داومتش قد ما عطلت يعني. طبعا لمرافقة الوالدة وبتروح وتيجي كنت فترتها دائما يعني لأنه هي بدها إياه وأنا بدي إياه يعني صعب. يعني كنت أحكي أني هاي مدرسة اللي يعني أروح عليها وأمي قاعدة يعني بتصارع بالموت يعني أو إنه في أي لحظة بيجي خبرها، فكان صعب علي يعني. كنت حتى في المدرسة لما سمعت الإدارة تطلع صوت يعني يوقع كلب يحكي خلص يعني رح ينادوا علي. فكان إشي صعب جدا جدا يعني وشعور لا يوصف صراحة، بس الحمد لله وصلت للي بدي إياه وبمعدل الحمد لله يعني ممتاز. والحمد لله يعني بنصح أي حدا بمر بظروف صعبة يكد ما يمر بيأس وبإحباط بس يكمل لو بصعوبة يعني. نعم ما كل الاحترام على هذا النفس وعلى هذا الحس والإرادة. سماء شو ناوية تدرسي وشو ناوية تتخصصي؟ صراحة لهسه يعني هذا بعدني بستفسر محتارة. يعني بس يعني في طول كرم يا الخضور يا المفتوحة يمكن يعني بكيت حابب اني اروح اي تي بس بيحكوا لي للعلمي هو بس بدي استفسر عنه وادور يعني حابب شيء فيه تكنولوجيا. بالضبط ايوه هيك. كل الاحترام حلو. لمين بتهدي نجاحك وتفوقك وهذه المرحله اللي وصلتي اول شيء بشكر ربنا على القوه اللي اعطاني اياها اوصل لهون يعني لهي المرحله، وبحب اهدي نجاحي لروح امي اللي هي من الروضه كانت معي يعني هي اللي علمتني كانت مديرة روضة، ولابوي اللي عوضني عن امه وابو وعن كل شيء يعني كان اللي هو كل شيء، واخوتي والاهل كلياتهم نسوان اخوتي، للاقارب بشكل عام يعني ما حدا قصر. نعم. والهيئه التدريسيه والمدرسين الخصوص اللي يعني كانوا معي وصاحباتي كثير دعمني بهاي الفتره يعني كانوا يجيبوا لي الواجبات اوراق عمل كله يعني كل الاحترام اللي ذكرتيهم. طبعا نجاح التلفزيون الفجر اللي كان ينقل معاناه الطلاب سواء بالامتحانات ونقل فرحتهم كمان بعد النتائج يعني ان شاء الله يعني واجبنا وهذا هدفنا. وكل الاحترام لهذا الوعي الرائع من طلابنا وطالباتنا، اجيال ان شاء الله فيها الخير وراح يكون فيها الخير، واحنا دائما وابدا بنتمنى ان نكون عند حسن ظن أبناء الشعب الفلسطيني، أبناء محافظة طول كرم، دائما نكون في المقدمة، نشارككم بكل ظروف حياتكم في الصعاب وفي الرخاء وفي الشدة وفي كل الظروف، نكون دائما في المقدمة، وأن تكون شاشة وكاميرا تلفزيون الفجر وكل مكوناته ومكنوناته دائما حاضرة في الميادين تنقل صوت المواطن أينما كانت. في هذه اللحظات يعني لأنه بدنا نفرفش وحلو يعني لما بيكون الجائزة من عند أبو حسيب للذهب والمجوهرات معناها في ألف مبارك لسماء الجميلة من هذه المؤسسة، وإحنا بنبارك لك طاقم تلفزيون الفجر وكل أيضا العاملين والعاملات وإدارتها بيقولوا لك ألف ألف مبارك يا سماء. من تفوق وتفوق إن شاء الله. شكرا جزيلا يا سماء. محمد عودة من صيدا، ونتمنى أيضا الشفاء العاجل للحالات التي أيضا سجلت بالكورونا في صيدا. كل الأمنيات بالخير والصحة والعافية. نواصل المشوار ولن نطيل عليكم في استراحاتنا بعد الفاصل، فانتظرونا.